ومن خطبة الحرم المكي إلى الحرم المدني، ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب نشاهد جزء من هذه الخطبة. بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور السنن الشرائع، وشر الأمور المحدثات البدائع. أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك الحال في أتباع الأنبياء وأعدائهم. والله إذا أخبر فخبره الصدق، وإذا حكم فحكمه العدل، لا يبدل القول لديه، والكل منه وبه وإليه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي أخباره سبحانه عدل أحكامه، وفي أحكامه سبحانه صدق أخباره. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته.